انت اذا ما نجحت فهذا التوفيق. انت ما يجي واحد والله اليوم انا فلان معجب به فلان لازم العبه، هذا يحب هذا لازم العبه، هذا عنده متابعين هذا لازم يلعب. والعد وين راح التدريب؟ وين راح العمل؟ وين راحت الامور الفنيه والمعنويه والنفسيه؟ كل ما يكون المدرب صادق كل ما يكون ماشي الطريقه دائما صح. يشكو مؤمن سليمان من الوقت الفعلي بالمباريات امام الشرطه. تعانون كابتن من المباريات باللعب امام الفرق؟ يعني اغلب الفرق 80% 85% هو هذا الستايل. يعني يمكن اعدد لك كم فريق ما لعبوا ضدنا هيك، ولا باقي الفرق لا، يعني الوقت الضائع هواي امور، يعني بحيث المباراه تخلص اكثرها، يعني خاصه اللي هي خارج ملعب الشعب، يعني تخلص تروح من عندها اوقات مو صحيحه، اللي هو اليوغا واللي تطلع والحارس ياخر وقت، اكو حراس من اول دقيقه هو ياخر وقت، من اول دقيقه امام الشرطه ياخر وقت. طبعا اكو فرق استاذ علي، اكو فرق هاي السنه ومع العلم مو فرق جماهيريه، والله العظيم مو اقول شافونا لا، بس هم يعني من تجربتنا، اخذوا من تجربتنا، قاموا يلعبون كره قدم. واعطيك بالاسماء، الكهرباء، نعم، الحدود حتى النجف، حتى النجف زين، فرق حتى نفط ميسان زين، اكو فرق قامت تلعب كره قدم يخسر بس هو يريد يلعب كره قدم خلاص. انا اذا اشوف العالم يعني شلون دا يشتغل، فدا يلعبون كره قدم وعادي زين. اذا تحدثنا عن البطوله العربيه والمشاركه لنادي الشرطه في هذا الموسم، شلون تشوف قوه مجموعتكم ترجي التونسي اتحاد سعودي وفريق اخر بالاضافه الى الشرطه؟ يعني هي البطوله العربيه استاذ علي بها مختلط من اسيا وافريقيا، ومن افريقيا تكون فنيا عاليه، فتكون فنيا عاليه، نعم. يعني هم من ضمن شروط البطوله ابطال الدوري، فابطال الدوري كل الفرق كل المنتخبات العفو البلدان العربيه من افضل الفرق هي ابطال الدوري، مثلا ترجي تونس، الاهلي او الزمالك او الهلال السعودي او فرق مثلا من غرب اسيا او من اسيا، فاكيد بطوله عاليه. فمن تجي احنا يجوز انا اقول لك مجموعتنا ترجي والاتحاد والشرطه وفريق، شوف من يصعد الهلال السوداني او قطر القطري بعد ما اعرف، يعني انا بالنسبه لي المجموعه طبيعيه متزنه لنادي الشرطه، يعني اكو مجموعات اقوى. تتفق مع تصريح علاء عبد الزهره اللي قال الشرطه داخل البطوله العربيه كمنافس مو تحصيل حاصل بالبطوله؟ والله هذا اللي احنا نطمح عليه، انا قلت لك انا عندنا ثقه في فريقنا وبلاعبينا الموجودين اللي صارهم تقريبا سنتين، عندنا ثقه بكل الموجودين كفريق، يعني مستحيل راح ندخل كفريق مثلا تكمله عدد او فريق راح يروح للبطوله مجرد مشاركه. الموجودين والاداء اللي جاي يقدمه فريقنا ان شاء الله راح يكون ند بالبطوله ورقم بالمجموعه. وصارت عده تجربه كافيه اذا على مستوى نادي الشرطه او انديتنا العراقيه في هكذا بطولات خارجيه كابتن؟ لا بعد نحتاج؟ اي احنا نحتاج، يعني صراحه نحتاج من نشارك بالبطوله نشارك بواقعيه، من راح نروح نقول هلو وقعنا فلان نادي، لا نروح ونروح ونلعب كرة قدم زين. اكو تخوف بكل صراحة احكي لك، اكو تخوف من جمهورنا من هذه البطولة، صارت عندنا خوفة من بعض الناس. احنا راح ننصدم بالواقع جيك صراحة. احنا هسه اذا تقارن لي ابطال العرب بكاس الخليج اقول لك ماكو ربط، كاس الخليج هم غيرهم فرق عرب. اذا تقارن لي ابطال اسيا كاس الخليج اللي اخذناها اقول لك ماكو مقارنه زين. راح تروح ابطال العرب يلعبون 6-5 محترفين على مستوى عالي، السنه مفتوح 8 8 يعني ما راح تشوف اللي لعبوا وياك كاس الخليج، فراح تنصدم. ابطال اسيا راح تنصدم، احنا وين تجربتنا؟ اخر تجربه يا هي كاس الخليج غير ها. لا وانت تتحدث عن محترفين بقيمه تسويقيه عاليه وبمستوى فني مميز مع فرقهم. طبعا 7 مليون يصنعون الفارق. طبعا هم ليش جايبيهم؟ هم ليش تطوروا؟ بس هم جايبيهم عندهم امكانيات وجابوهم، بس الفرق العربيه ليش تطورت؟ يجيبوا لك احسن محترفين بحيث اللاعب المحلي يتطور. انت هسه من تجي للسعوديه 3 محليين 4 محليين يلعبون والباقي كلهم محترفين، طبعا يطلع عندك منتخب قوي. صحيح.
بس محترفين الشرطة إذا تحدثنا بكل صراحة صار موسمين أيضا على مستوى عالي وفرق عن دورينا، يعني دقة اختياركم للمحترفين حييكم عليها. أستاذ علي، إحنا ما جبناهم من خارج البلد، مثلا إدريس وعبد المجيد هم من الميناء، واحد من الطلبة. فهد هو أصلا ويانا زين، يعني من اختاريناه قبل 3 سنوات هو فهد موجود ويانا. محمود المواس جبناه من كان بيلعب بأوروبا ما أعرف أي بلد زين، وإحسان الحداد كان بالجوية. بس أنت من تختارهم نعرف شلون نختارهم ونعرف شنو واجباتهم. عبد المجيد أبو بكر من أفضل المحترفين، صحيح. هو وإدريسة والمحترفين عندنا من أفضل المحترفين بالدوري. فتتفق وياي إنه محترفين الشرطة من أفضل محترفي أنديتنا بالدوري؟ يعني أكو لاعبين بالدوري موجودين زينين محترفين، يعني خاصة من بخط الهجوم، يعني محترف النفط جيد، محترفين نفط الوسط المهاجم جيد، محترفين الكهرباء داود وسيدريك ولولي جيدين، محترف نوروز كلاوديو محترف رادون. نوروز ممتاز صدر الدور، يعني أكو محترفين جيدين زين. تنافس شديد لآخر لحظة بالمرحلة الأولى بين الشرطة والجوية على الصدارة، يعني هي هاي طعم وحلاوة الدوري. قلت لك أنا قبل شوية أكو فرق قامت تلعب كرة قدم، فقام تجي للمباراة ما يقول فلان فريق جاي يلعب ويا الشرطة راح يخسر، لا يجي يلعب يجوز تفوز يجوز تعادل. ولا هذا الفريق مثلا أكو فريق غلب الجوية بملعب الشعب نفط الجنوب، فما ذكرتهم أنا قبل شوية، فريق نفط الجنوب فريق يلعب كرة قدم. فأستاذ علي شوف هذا الموسم لا تتوقع أي مباراة تقول هذا راح يفوز. بس أنت ذكرت يمكن 5 أندية لعبت كرة قدم حقيقية مفتوحة، بس بعدكم تعانون مع أندية أخرى ما تحسها مباراة كابتن؟ لا ما يعني مع الأسف هم يعني هو حتى مشاركته بالدوري هو ضعيفة، يعني لا عنده فلوس يروح للغير محافظة يداين فلوس، يعني أكو أندية تبكي على حالهم، بس هو مجرد موجود مو صحيح. أنت لازم من تشارك تشارك بقوة. وإحنا نتحدث عن دوري محترفين الموسم المقبل. لا دوري محترفين المعايير الموجودة تطبقها مستحيل. مستحيل تصير بالعراق؟ لا الدوري المعايير يعني الموجودة كلها تطبق. يعني أنا ما أعرف أكو نقاط هواية ما أعرفهن، بس يعني من ضمنها اللي هي عندك كل لاعب عنده محامي وكل فريق عنده فلوس. هي 11 نقطة دور المحترفين. إيه ما يعني شروط معقدة جدا. شروط صعبة يعني. نتمنى إحنا تصير جزء يقللون الفرق الموسم الجاي. جزء يصير دوري مثلاً محترفين أو دوري ممتاز. ممكن كابتن؟ لا صعب. لا ليش صعب؟ إذا يتفقون وبدون علاقات وبدون الخاطر فلان اجيب فلان والخاطر فلان اخلي فلان، ايه. واعطيك وعد ما تنزل واعطيك وعد ما تصعد. هاي الوعود المشكله. هاي اقرا على الكرسي. وعدك ما تنزل، شلون توعدني؟ اللوائح وين؟ اي هاي هنا شويه اختلفنا. اي يعني اذا انا اريد اسوي دور محترفين وبعدين تجيني تقول لي الهيئه العامه وهاي السواليف وهاي وانتخبك وانت تحط وعد وانت ما قارن. لو انا اليوم استذكر وعد عدنان درجالي نادي الميناء، اواعدكم ما تهبطون. تالي وقعنا بمشكلة وبحرج مع نادي الميناء، هو بنفس الاتحاد وقع بحرج. ليش ما يهبط؟ يهبط هو هذا. هي لوائح لا تطوعد، امشي على اللوائح والقوانين وانتهى. ما بيها وعد كرة قدم، ما بيها وعود. أنا أشكر